السلام عليكم. برنامج انا كتراء اعجبت بيه عشان كذا نقطه اختصرتها في الشعر، بيقول الاحسان من شفاهيه روحيه. ده الجزء الثالث من صميم الدين. الاحسان زي العصايه السحريه للنور والنجاح بتضوي بكل يقين. لفت نظري في البرنامج كمان 3 نقط، انه بيخاطب اعمى جزء في روح الانسان لكن الاسلوب سهل ممتنع. كمان هدف افكاره تحقيق الاتزان والهرموني بين كل مكونات الانسان الخمسه، العقل والجسد والروح والقلب والنفس، وتحقيق الاحسان في كل جزء فيهم. كمان افكاره درع واقي تجاه الغرور اللي ممكن يصيب الانسان، لانه دايما ما هيبقى مستشعر رؤيه الله سبحانه وتعالى ليه حتى في الاسباب وفي النتائج. عايزه احلى لجرعه ايمانيه مكثفه ممكن اكتسبها ان شاء الله، ولان ربنا سبحانه وتعالى من عليا مواهب خاطب نفس التوجه اللي الدكتور عمرو خالد بيتكلم فيه. مواهب زي الشعر العاميه والفصحى والرسم ورسم النجوم والفلك والكتابه الابتكاريه والخط العربي. الشعر تحديدا اكيد انا لو حضرت هسكن نفسي بالعلم اللي فيني اكتر في الموهبه دي. في جزء من شعري كتبته بيقول انا فضل علم الارض مسخر ليا الكون بالطول وبالعرض، انا ربي اعطاني مفاتيح امانه عليا وفرض اتحاسب عليها اكيد في يوم العرض، انا اعظم مخلوق في الكون، انا ربي اعطاني مفاتيح ما اقدرش غير اني اكون ناجح اكيد بطريق صحيح، انا اعظم مخلوق في الكون، الكندي والبيروني وابن سينا وابن خلدون وغيرهم من علماء في حضارتنا الاسلاميه من قرون، انا فضل علم الارض مسخر ليا الكون بالطول وبالعرض. وبرده في جزء تاني من شعر كتبته اسمه مكتبه مكتبه، كلنا هنعدي من على نفس البوابه، وقف عليها ملكين، ايوه ملكين اتنين، ملك بيسجل الحسنات اللي هي خير الذات من اليوم والمواعيد كل ما منها مزودين بتقرب اكتر واكتر من اهل اليمين، واما الملك التاني ده باستمرار بيسجل السيئات اول باول اللي بتتعمل دايما احنا ولا حاسين. وبرده كتبت شعر باللغه العربيه الفصحى، مستوى الجمال يرى كل شيء جميله ولو عثرت بالسوء بعد الحصار، مستوى الخبث يرى كل شيء منجيله، ونحاول دور المواسم يراه وطال. أتمنى إن شاء الله.